التقى وزير خارجية سامح شكري الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغال موراتينيس على هامش مشاركته في أعمال نسخة منتدى الشباب الثالثة من شرم الشيخ. وخلال اللقاء استعرض شكري أوجه الانخراط المصري في دفع مسار تحالف الحضارات. من جانبه ثمن الممثل السامي لتحالف الحضارات الدور المصري الفاعل في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معربا عن اعتزازه بالمشاركة في النسخة الحالية لمنتدى شباب العالم وما تشهده من نقاشات مهمة وثرية تدعم نشر قيم التعايش بين الشعوب.